سيتيب رفع تقرير مفصل ودقيق لسيادة رئيس الجمهورية مع اختتام أول سنة من عمل الهيئة، وذلك وفقا للقانون الذي ينص على ذلك. فقد وضعت نفسي وفريق المساعدين من إطارات المركزية ومندوبين محليين الذين يرافقني في خدمة المواطنين والاستماع إلى انشغالاتهم، وذلك قصد تدخل لتسهيل الإجراءات لحل المشاكل التي يصادفونها مع الإدارة. حصيلتنا اليوم تتمثل في تنظيم ندوة وطنية، المعالجة الفعلية للعديد الآلاف من الملفات، وكذا عقد جلسة الاستماع والصلح بمقر الهيئة وإجراء عدة خرجات ميدانية العملية.